شوف ولدي منير، العشاء عندي في الدار، ما عندكم فين تمشيو؟ تفوتوا للدار عندي تشوفوا بعدا الحاج ونقصروا بسياسه وتروحوا، وبعدا البنات راهم يستناوكم. يا حلا يا لاله فاطمه، المغرب راه قال الله اكبر، فين نمشيو عاد نقصروا وفين؟ والله الا يكون رابح واقف على رجل وحده. ها خيتي واش عليه؟ واش راكي جايبه معك الدار؟ يدخل ويريح حتى تروحوا. ها واحد الهضره للسي الحاج والناس اللي بعقلهم. ها والله ما يبغي بالسيف باش تسرح لي نجي مع منير، وزايدوا الخبر راه فراسك اخيتي فاطمه. ها واه واه الله يحسن العون يا اخيتي يا منيوة، معليش. ايوا الا ما تمشيوش حطنا ولدي غير فين هزيتني قبيله، ونمشي انا في الطاكسي بلا ما نزيد عليكم الطريق. ها كاع ما سخيناش بيك، لو كان لقيتي انا بعدا تمشي معانا تباتي ونهردو حتى حنا مع الفجر نشدو الطريق ان شاء الله. ها اخيتي البنات يقراو ويدخلوا دروك بعدا يمشيو يديروا السواي، وانتوما صافي بعدا تمشيو مع الفجر. ايوا هادشي اللي تقدمتوا عليه كي ديروا عاود؟ الا كتب الله تجيو باش ديروا العشاء والملاك وتعطيو الصداق، والله الا تماره. او دخلتي فاطمه غير الله يسهل وتكون في المكتب، اما كل شيء سهل، رحنا الحمد لله في واحد الوقت اللي يسرها ربي، غير اللي بغى يصعب الامور. ها والله الا قلت غير الحق ولدي، ومخيره البنت اللي اختاريتها تدخل الخاطر الحشمه ودايره الحواق بزينتها الحق. واه تبان مرزنه ومدبده. ايوا الله يجعلها لك في المكتب منير. اللهم امين. ها بصح امها تبان مسكينه غير درويشه واللي في قلبها على لسانها، والله اعلم انا شفاتني على راجلها. ها ودي الرجال الا من رحم ربي، غادي نهضروا في التليفون وكاع الحوايج اللي ما سولناهمش عليهم غادي نسولوها ونشوفوا عاود الافكار ديالها كي دايرين. صافا ولدي منير غير هنا، يلا يرضي عليك. هاي بان لي التليفون فيه بحال شي حاجه، واقيلا صونالي شي حد. ها عمتي راه مقبله هو يصوني. أوليها بنت اللادينا ما واجبتيش. إيوا عمتي شتك الدوشي وما بغيتش نجاوب، كل واحد الخصوصيات ديالو. الخصوصيات واه واه إلا بقات فيك صحاب الكراني كيفكم ندير التخرويط، جاوبي وشوفي شكون راه يصوني. يا ربي ما تكونش اختي العالية، يا ربي اليوم تاكلني. يبان لي النمرة ديالها هي اللي عندها 41 في التالي. الو العالية، فين راكي؟ هذيك دوقها، قالوا لي البنات مشيتي عند خويا، علاش ما علمتي ليش؟ وداك التليفون ديالك غير رامياه، كل ما نصوني لك اللعبة الصوتية هلكتني وكملت لي الفلوس. يا ودي ما كنت جاية في حق الله، راني قلت حتى عيطنا الحاج على الزيتون ونجيو مرافقين، اسا عكسبت الخبر ديال عروسته وجيت نتوكد. مالها ياك ما راها غضبانة في دار باها. قلت هالك كنت عارفه ما تطولش عندهم. لا لا استني نقول لك يا العاليه، راها كانت ماتت وحيات مرت ياسين، بصح كل شيء من يمنه، المهم حتى نجي ونعاود لك. اخلا هاي لا ماتت واش كملت الدنيا، راها كاينه البنت كي الشمعه خليتيها من موراك، لو كان ديتيها حتى هي تشوف سعدها كيما مريم. بصح بقى خاطري لقيتيني نقول مع راسي كيفاش خليت البنات معاها، قالت لي غادي يعاونوني وخلاتهم في الدار ومشات وخلاتهم. العالية واش انا نسمح فيهم لعليش الشيطان، وزيدوا راهم كبارات. ايوا كبار واخا، بصح نسيتي باللي مره يجي ولدك عندهم واش يلقاهم غير بوحدهم في الدار، لو كان غير مرتو ماشي مغياره. يا حال العالية راهم راضعين فيا وما نخلي ما ندير لهم، ابغيتهم غير يعاونوني زعما يستفوا معايا ديك الفيترينا اللي شريت جديده. ما رضيتش قدام عرايسات يجيو عاد العرايسات ويبقاو يمصوا عليا الملح ويفهموا عليا. راني عارفه راه داكشي علاش انا صيفطهم بعدا عندك غير باش يعاونوك. شوفي قلتي لي كي صرات لي مشيت، راني قلت لك راني صونيت له باش يدبر لي شويه الفلوس، بغيت انت يا هانيه نتعاون مع مريم، زعما ملي قالت لي راه والو بغات دير هذاك التريتو وداك القيطون اللي يتمشى فيه الدخان من يكونوا يشطحوا، مين قلتي لها انت ما عنديش؟ ما رضيتش انا نقمحها وقلت لها غادي نمشي عند الحاج يبيع لي الحق ونعطيك. ساعة من صونيت له قال لي ها اللي وقع وها اللي وقع، وكان شديت الكار وجيت قلت لهم قعدوا بعدا انتم حضيوا الدار انا نمشي في السعون ونولي، وراني كنت موليه. ايوا صافي ها شوفوا فوقاش تولي. لا مياجي لهنا تقولي لي ما تتبعيش ودنيك للتليفونات،
إوا روحي تسمعي لك عمتك اللي نهار نهار وهي تدفع لنا في المعاني، وعلى بنات اختها غير بنتي مريم بنتي العزيزه بنتي فلانه، ها جات تبيع الشجر ديالها باش دير لها دي تجي في العرس. واه وحنا غير شياطه. ايوا واش يبقى خاطرك بيهم؟ ما بردك، راهم بلا باهم وغيمهم وخالتهم راها تعاونهم، خاص حتى حنا نقولوا لبا يعاونهم. درك انا واش جيت نشكي عليك ولا جيت نقول لك الله نديروا لهم القفه؟ داكشي اللي بقى. علاش تشكي عليا واسمو دارولك؟ ما فيها والو، عاونا البراني وحسك بنات عمتك. ها والله والو لا يديروا الفرزيات. حنا ديك النهارات في العرس نتاع خويا ياسين واحد اللي عندنا جابت كوبيرتا وجات غير تمن علينا، ولاد خويا عزاز ولاد خويا عزاز، ها المعزه ديال بصح تبان فوق الشده، بغات تبيع الارض كي دايره باش تعاونهم في العرس. ايوا صافي سيهان ما ترديش لخاطرك، اللي فات مات. شتي نقول لك واحد الحاجه، العائله فيها غير استغلاليين، الواحد كيشوف غير وجه الله، كي خوالي كي خوالاتي كي عماماتي كي عمومي ولادهم، الا كاين شي عشور الا شي فلوس شي فلاحه ولا شي تحواس يجيو ومن بعد ينساونا. ها والله الا عندك الحق، عماماتي عاد فيهم شويه الضو، ما حباب ما الله يسر تقولي مقطوعه من شجره. شوفي غير العائله ديالها شحال ما فقدوهاش. شكون هي اللي شحال ما فقدوهاش؟ وياك ما راكو على ولادي. لا عمتي لا، رحنا على الفاميليا ديال نورية اليوم كاع ما جاوش. اخيار ايشدهم حجارهم. ايوا صافي اسلمت عليكم عمتكم. اه راه ما كانش عندها الخبر على نورية، عاد قالوها لها البنات. او هما شكون قالها لهم؟ كسرات حتى ساقوا الخبر. ازعما راهم عندي امهم راه مشات للعيل الحمراء وخلاتهم عندي بعدا يعاونوني شويه. هذيك هي من صونا لي باك قال لي يا وديها نورية كسرالها كسرالها، ها وقلت لهم قبالتكم الدار وجيت. اه والله الا مخيره عمتي، شتي يعاونوك ويونسوك. لا ودي يعاونوني الحق، كل من كل مريضه نصيفط عندهم يجيو بزوج بيهم. واش بحالكم غير حابسكم باكم ما تنفعوا ما تضروا؟ يا ودي عمتي اللي عنده الزهر غير عنده، هاطلقنا بانا هاك تفنا، زعما غادي تقولوها فينا زينه. اسيها ميبان لي انت عندك واحد اللسان قاطع ما نعرف كاع لمن شبهتي، وهي الهضره اللي تهضري به مع العمامات. واه اروحي ديري لي واحد الكاس ديال القهوه راسي راه بغا يطردق. عمتي واش القهوه درك غادي غير طير لك النعاس. اما يطير لي والو راني موالفه بيها، واش عاود عروستكم راها عاد نعساه. يا فكرتيني عمتي، دارت لها ما قبيله واحد الكاس ديال حبه حلاوه والنافع راه برد وما جاتش تشربو. يا بويا هاد امك واش ما بغاتش عاد تحشم؟ راها عاد تبع لها كيسان العشوب، غادي تباصي روحها. لا على سلامتك اخويا، العشيه كامله وانا نستناك تقول لي غير كي وصلتو. اسمحي لي نوريه يلا خلطنا، غير هما دخلوا انا صوريت لك، كان شدك البواد فوكال، غير وصلنا لدار البنت درت له اورلي. ابردي عاود تاني راها تهضر مع اخوها. ايوا ما فهمتلكش، واش درت له؟ طفيتو زعما. ايه ايوا واش عجباتك؟ المهم كل شيء داز مزيان الحمد لله وراني فرحان ومرتاح. ايوا الله يكمل بالخير ويجعلها في المكتاب. امين اختي امين. ايوا المهم بغينا نمشي وحشم نفوت نقول لك بالسلامة. حرواح علاش تحشم؟ بيك مراها عليا. واه ايوا صافي الله يسهل عليك، وإلا ما عندكش الوقت هاد المرة حتى تولي. يعني ما يبقاش خاطرك إلا ما جيتش نبقيك بخير. لا أنا بارك عليا غير نفرح معاك، واللي عجباتك تانا عجبتني، واللي سهلت عليك ديرها. ويا ما ياما نيشان. انا عجبتو حشم يجي. ويا الله خليتك الخير اختي وتهلاي في راسك وسلمي على ياسين. هيا بسلامة خويا تهلا في روحك. نورية عاد درك طح خويا منير بلغ لكم السلام. الله يسلمو مالهم ما جاوش اليوم؟ ها كان باغي يجي، ها وساعة حشم مع الفجر قالك غادي يمشي مسكين. كيفاش يمشي مع الفجر وكيفاش حشم؟ ايوا المهم رواحي للكوزينة راه برد لك داك الكاس. ايوا واخا اختي غادي نجي شكرا. مولاي العفو خلعتني. صافي غير مشيتي للمدينه ولينا نخلعوك ولا؟ اقولي لي جيتي الخطابه خطبتي لولدك كملتي له السربيس؟ واه والله يهون عليه ويكثر خيرك من سرحت لي.
اخرك هو اللي غادي تكطريه انت غدا مع الصبح. تمشي لدار الشريفه وتقولي لها جيت نخطب بنتك لراجلي. اه طرعها وتقول واسمو قلت ياك ما بغيت تمشي لدار الكزانه تخطب بنتها. ها واش هبلت؟ واش بغيت تشوهنا؟ واش بغيت تبهدلنا؟ ويا رانو طبع دا في دار الكزانه على التاليه ديال ايامي وليه كملوا ننسى. ها ندل 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 راسي لدار الكزانه هذه اللي عمرها ما تكون وعمرها ما تخلق. اسمعي لعندي غادي تمشي بسم الله ما تمشيش تمشي نجيبها بيدي حتى ندخلها عليك. ما عجبكش الحال باب محلول خرجي دبري على روحك. ها شوف الله يرحم الوالدين درك ما تكترش معايا الهضره وبالله عليا فمك. درك الولد غادي يمشي يقلع مع الفجر ما بغيتش نصيفته مغير. ايوا هي الا تمشي معايا غدوه مع الصبح قولي لي درك اعطيني الموافقه غدوه تمشي تخطبي لي ونسكت. او ياك تعرف روحك ايوا الصبح روح خطبها لراسك علاش تديني معاك. تا هي غادي تعطيها لك غير يكون هاني راها شيطه عندها. اها مالك وياك لاباس. ها والو اخيتي والو راني جايه منير فين راه؟ راهي فيري في اللوطو قال لك باش الصبح بعدا غير نقلعو ونمشيو. ايوا صافي غادي ندير لكم غير واحد شويه شيشه بالربويه ما خيتي. افيك ربي لا درتي شي حاجه رباحي رحنا شبعنا اكلينا اخيتي السفاك لينا الخير الحمد لله رحنا شبعانين. شوفي غير خويا الا بغى شي حاجه. خوك بغى بزاف ديال الحوايج. مراكيش عجبانة وردية ياك لاباس مالكي؟ ما ماليش والله راني معاك بصح مراكيش عجباني من البارح وانتي هكا غي ساهية ياك لاباس. اغي نورية كنت نصوني لها ما تجاوبش وتشطنت عليها. هذا ما كان خلعتيني تصحاب لي مالكي ساهية يومين وانتي غي ساهية. إلا راكي تخمي في نورية بصح راه خصك لا عقل مراكيش مزيانة. ايوا صافي نورية مع راجلها وحبابها وانتي تخمي فيها هي راه مسوقه لك. يا ودي حياتي انتي مراكي عارفه والو غير راكي تهضري. ايوا قولي لي الصراحه ما تقولي ليش راني نخمم في نورية. قولي راكي تخمي في الهضره اللي قالتها لك نورية البارح في الليل من صناتك وبغت النمره ديال هذيك البنت اللي في المدينه. انتي توسوستي وقلتي مع راسك باينه بغاو يخطبوها لخوهم وما عجبكش الحال وراكي مشطونه. هادشي اللي كاين وياكي. ايوا راها باينه اختي راها باينه للشمس. زعما واش تا غادي تبغي الايمان اللي في المدينه ما تجي لهم لا بنسابهم وبغات النمره ديالها في نص الليل داتها عليا ومع الصبح من فت تمشي الدار خالتي يمنى لقيت حتى واحد ما كاين تما. مشاو مع الصبح قلعوا اللوطو مشاو للمدينه ورا باينه مشى يخطبها. ايوا انت علاش غادي يبقى فيك الحال كلشي بالمكتاب وياك ما كنتي طامعه تديه انت. انا طامعه في سيدي ربي يحن عليا ما طامعه في حد غير ما نعرف بقى فيا الحال ولا ما نعرف. راني حاسه بك بقى فيك الحال لحقاش هذيك صاحبتك وهو اخوها كان عليه واخا بغى يشوف جهه اخرى. نوريه هي اللي تنبهه وتقول له كاينه صاحبتي خير بنات الدنيا كامله. لا نوريه غنيه وزيد نعرفها تبغي لي الخير راه هو اللي يكون اختارها الاول راه ماشي نوريه اللي قيدتها له راه باينه هو اللي قيدها وقال نوريه دبري لي على نمرتها. عاودي اختي تهلاي بصحتك واللي في مكتبك غادي يجيك ونقولك واحد الحاجه ما تعاوديش كاع تثقي في الصحابات. هذيك نوريه لو كان بغات لك الخير تدافع عليك تقول لهم وصاحبتي ما لقاش حسن بيها بصح هي ماشي شغلها تزوجت ما خمتش فيك وهي غادي تزوج لخوها وما داتهاش فيك وكيدير هاد الصحبه اللي بيناتكم. صافي حياه روحي تنعسي الله يرحم الوالدين وطفي الضو معاك بقيتي تدخلي وتخرجي في الهضره. وزيد النوريه صاحبتي وانا نعرفها تبغي لي الخير ولكن هي راه ما تفهمش في هاد الحوايج. متابعين حبكم فوق الراس وفوق العين انا متابعين.